اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه شوف تيفي. اليوم كنتواجدوا بمدينه زايو اللي كتبعد على مدينه النضر ب 40 كيلومتر. هذه المدينه عرفت واحد الحمله واسعه في تحرير الملك العام. اجوا معنا نشوفوا اراء المواطنين واراء حقوقيين في تحرير الملك العام. بقاو معنا في هذا الروبورتاج. السلام عليكم. حنايا جات عندنا البلديه قالوا لنا حيدوا هاد التحديد اللي الحدايد اللي دايرين هنا في الطريق. وبالنسبه للباش عندنا على حساب مترو. قلنا لهم صافي درنا الخدمه ديالنا وكاع كاع الجيران هنا حيدوا ديك الحدايد وخلوا غير الباش فيه مترو. مع كذاك داز واحد اليوم الى ثلاث ايام جا عندنا الباشا والقايد قال لك لا هذا الباش هذا خصو يتحيد كل شيء تحيدو من الطريق. وحنا الباش عندنا فيه غير مترو ودابا كتشوفوا المحل كيتضرب بالحراره مع الصباح كتكون بزاف. وعندنا الضرائب كنخلصوا الضرائب ديالنا كنخلصوا كل شيء. اذا بعد ما كان المشاكل ديال الباعة المتجولين والخضره في الشوارع والاكتظاظ والاختناق المدينه اصبحت الان بفعل السلطه والمجتمع المدني يعني اصبحت الان شوارع نظيفه ونقيه. وكنشكروا الجميع من ساهم في هذا تنقيه الشوارع والمدينه بشكل عام وشكرا لشوف تيفي. السلام عليكم، انا من مدينه زايو. بالنسبه لهذه الحمله ديال الشوارع مزيانه، النظافه مزيانه على العموم، ولكن بالنسبه للبيشان البيشان راهم في السماء عاليين ما عليهم حتى حرج. مثلا الى جات الشتاء يجي الانسان تحتو يتظلل يدرك تحتو ما فيها باس. بالنسبه للكراسه ديال القهاوي خليه واحد الجهه منين يفوتوا المواطنين وواحد الجهه يديروا ماشي مشكل، ولكن باش يجي يقلع الباص كاين اللي داير الباص ب 5 مليون، كاين اللي داير ب 4 مليون، كاين اللي داير بزاف عليه يعني السيارات بزاف. كان بالنسبه للكراس بالنسبه اللي عنده الخضره وعنده شويه ديال الخضره في كروسه وكل شيء باش تيجيب ديك 50 درهم باش يتمعش خصو البديل. واش غادي يخدم؟ راه ما عنده ما يخدم الا خصو يمشي مثلا يمشي يدير كروسه يجيب واحد شويه ما ياكل. هذا ما عندوش شي راس مال كبير، ما عندوش 5-6 مليون باش غادي يخدم. عنده واحد 20 ولا 30 فرانك يشري 4 الصنادق ديال الماطيشه يديرهم في الكروسه يحيدوهم له. هذا خص البديل يديروا له شي بلاصه فين يخدم. تحية حقوقية لعبد الله وإبراهيم، عضو المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان وعضو المكتب ديال الفرع المحلي بمدينة زايو. في البداية أشكر هذا النوع ديال التمييز اللي حظى به مدينة زايو بحضور قناتكم شوف تيفي، وكنعولوا عليها كدعم قوي لهذا الملف ديال تحرير ما يسمى بتحرير الملك العمومي. احنا بالنسبة لنا في الهيئة المغربية لحقوق الإنسان التساؤل اللي كنطرحوه واش الامر كيقتصر غير على تحرير الملك العمومي اللي كننفذوه الان على مجموعه ديال الدكاكين وعلى مجموعه ديال الباعه المتجولين وعلى مجموعه ديال الخضارين اللي ما لقاوش في اخر المطاف القوت. العمليه ديال التحرير احنا بالنسبه لنا في الهيئه المغربيه لحقوق الانسان وكيف ما عرف الراي العام عبرنا على موقفنا من خلال واحد البيان صدرناه، كنقولوا بان عمليه عشوائيه، عمليه ما خضاش مجموعه ديال الضوابط منها اساسا التواصل مع الساكنه، التواصل مع المهنيين، التواصل مع الحرفيين، واولا وقبل كل
شيء البدائل اللي جايه بها السلطه باش تراهن على هذه العمليه بالنجاح ديالها. هذا جانب. الجانب الاخر بالنسبه لنا هذه العمليه ديال تحرير الملك العمومي وما خلفته من صدى وما خلفته من اثار وخيمه على القطاع التجاري وعلى الحرفيين وعلى المهنيين، كيبين بشكل واضح حجم الفساد وحجم الهدر ديال المال العام اللي كان كيضيع. لاحظنا بانه مجموعه ديال القطاعات اللي ما كانش منضبطه والمجلس البلدي ما كانش كيدير العمل ديالو لدرجه انه اصبحنا في واحد الفوضى وصبحنا لان ما قدرناش الان نتجاوزوها. شحال ديال الاموال اللي كانت كتضيع من الصندوق ديال البلديه والان بان بانها كانت كتنهب وكانت كتهدر جانبا. الجانب الاخر كنطالبوا من السيد العامل باش يطريط وباش يتميز هذه الحمله ديالو بواحد النوع ديال السلسه ويعطي الفرصه للمجتمع المدني والمهنيين كشركاء في الميدان باش نراهنوا على النجاح ديال هذه العمليه. مجددا شكرا لشوف تي في على هذا الخاص الامتياز اللي حظى به كما قلت مدينه زايو، وشكرا.